السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي اليوم. المهم اليوم بلا ما نطول عليكم، أنا كنعرفكم ما كتبغوش اللي كيطول في الهضرة. المهم أخواتي اليوم، المهم إسلامي لكل أمهات ولكل ربات البيت، والفيديو اللي غادي ندير يعني ديال الأمهات وديال ربات البيوت. المهم أخواتي الفيديو اللي غادي ندير اليوم ديال الدار اللي كيكون فيها صداع وكيكون فيها النفور ديال الاولاد والنفور ديال الزوج، والمرأة ما كتاكش راسها في الدار يعني ما حملاش راسها في الدار، وكل شيء يعني صداع كاين في الدار، وكل واحد كيشوف الجهه وشي ما كيشوف لشي وشي ما كيسمع لشي وشي ما كيطع شي. المهم اخواتي هذه الهضره بالنسبه لهذا الشيء كله، يعني هذا الشيء كله يعني منين جاينا؟ راه جاينا تقريبا غير من الحسد ومن العين ومن التبعه وهذا الشيء اللي كاين. المهم اخواتي هاد الطريقه كلها يعني باش انا غادي نتفادى هذا الشيء كله، باش غادي نتفاداه، باش غادي ما تبقى عندي لا طاقه سلبيه ولا نفور ولا ازعاج ولا حتى شي حاجه ما غتبقى عندي. المهم اخواتي اول حاجه اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الملحه، يعني انا ما غنكثرش عليكم، غنقول لكم الافاده كلها. غناخذوا الملحه، هي هذه الملحه، هي هذه، هذه هي اخواتي الملحه. يعني في الحقيقه هذه الملحه راه هي عندها فوائد كثيره، يعني بحال هكا هي الطاقه السلبيه او لا بزاف ديال الحوايج اللي هاد الملحه بزاف ديال الحوايج اللي كتليق ليهم بالنسبه للثقاف، بالنسبه لبزاف ديال الحوايج. المهم اخواتي بالملحه ان شاء الله باش غادي نحيد عليا هاد النفور وهاد هاد الازعاج اللي عندي في الدار، وهاد قلت الرزق اللي ما بقاتش عندي في الدار، وقلت البركه اللي ما بقاتش عندي في الدار. المهم هادشي كله المهم بالملحه ان شاء الله باش غادي نحيدوها. المهم اخواتي اول حاجه دابا فاش غادي نبغي مثلا ندير فاش غادي نبغي ندير هاد الوصفه، الدار ديالي كيخصها تكون كلها مجموعه. باش غادي ندير انا هاد الوصفه، تيخص الدار ديالي تكون كامله مجموعه وتكون نظيفه، وتكون يعني ما فيها حاشاكم الازبال في اللي كتكون في المطبخ. هذيك الازبال كلها خصنا نلوحوها، ما خصناش نخليوها، يعني المطبخ كيخصو حتى هو يكون نظيف، ما تكون فيه حتى شي حاجه. لحقاش راه المطبخ هو اللي تيجمع بزاف ديال الحوايج، تيجمع النمل، كيجمع هاكا يسرق الزيت، كيجمع بزاف ديال الحوايج. المطبخ ديالي يكون نقي، ما فيه حتى شي حاجه، يعني يكون ما فيه لا ازبال ولا الريحه ديال بحال هكايا شي حاجه قديمه اولا شي حاجه. المهم المطبخ ديالي يكون كيشعل، الدار ديالي تكون يعني تكون بحال دابا مثلا تكون مجموعه، تكون ناضيه، تكون يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي هذا شي حاجه اللي المهم الدار ديالي تكون كتنطق بالحكمه. بيت النعاس ديالي حتى هو يكون كينطق بالحكمه، يكون مجموع ويكون مرتب ويكون خلاص ما نقول لكمش. وانتي حتى انتيا كيخصك تكوني طاهره وتكوني مضيه، راه ديما ديك الطهاره وداك الصلاه وداك يعني داك الوضوء كل مره، حتى داكشي راه كيدفع علينا البلا والباس. هذيك الطهاره وداك الوضوء ديك الصلاه وداك الاستغفار راه تيدفع علينا البلا والباس. والمهم نصليو في الاوقات ديالنا وندوك والاستغفار. عرفتوا هذاك الاستغفار؟ والله اش غنقول لكم، كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه الا كنتي كتستغفري الله ديما، راه في الحقيقه هذاك داك الاستغفار راه والله العظيم الا كنتي في شي ضيق تيخرجك من داك الضيق، الا كنتي مهمومه تيخرجك من داك الهم، كيرزقك من حيث لا تحتسبين. المهم ديما انا نستغفر، انا جالسه وانا كنستغفر، انا كنطيب وانا كنستغفر، انا كان ما فيها باس، انا جالسه ومهم كان استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. بحال هكايا يعني في اي وقت نديرها في الفجر ملي نوض نصلي، بحال دابا الصبح انا ملي كنوض نصلي الفجر كنسالي كنبدا كنهز التسبيح وكنبدا بالاستغفار هو الاول، والصلاه على النبي خلاص راكم عارفين ديك الاذكار ضروري كنديروها مع الصباح. المهم اخواتي الدار كتكون مجموعه، كيكون كلشي كلشي ناضي، كلشي الدار كتكون كتشعل، وانا نكون حتى انا يعني طاهره، نكون حتى انا موضيه، ونكون حتى انا كلشي. اشنو غادي ندير ديك الساعه ملي غادي ناخذ الملحه؟ اشنو غادي ندير؟ غادي نطلق سوره البقره. سوره البقره هنا ما غنقراهاش على الملحه،
ما غنقراهاش الا حيت الملحه غادي نشتتها انا في الارض، ما غنقراش عليها، غادي نطلق سوره البقره الساعه اللي انا غنهز الملحه باش غادي نبدا نصاوب بها. ديك الساعه غادي نطلق سوره البقره في يعني يا اما في التليفون او لا في الراديو او لا في او لا في التلفازه، غادي نطلقها وتكون ديك سوره البقره غتكون مسموعه. دخلتي لهذا البيت تسمعها، دخلتي للبيت الاخر تسمعوه، دخلتي للصاله تسمعها، يعني طلعتي للسطح تسمعها، يعني كتكون هذيك سوره البقره يعني كتسمع الدار كامله، كتكون كتسمعها. هذه باش انا غادي ندير هذيك الوصفه، غناخذ هذيك الملحه، غناخذ واحد المهم يا اما معلقه يا اما بيديه ما عنديش مشكل. غادي ناخذ هذيك الملحه، غادي نهز واحد الحفينه اولا غادي نديرها، ولكن في الدار هي الاولى فين ما عندي شي ركن شي اركان خاويه غنحط فيهم هكايا شويه في الجهه اللي باينه باش انا ملي بغيت نهزها غادي نعاود نهزها بسهوله. صافي غادي نديرها في الدار، غادي نشد عاوتاني هذيك الملحه وسوره البقره راه خدامه، سوره البقره راه خدامه وانا كنقضي الشغل ديالي. صافي غادي نجي عاوتاني الباب ديالي، الباب ديالي وغادي نرش عليه الملحه. هنا انا ما قريتش عليها، لا انا ما قريتش عليها، راه انا كنشتها وسوره البقره خدامه لداخل، انا ما قري على حتى شي حاجه باش ما نخافش العقاش. الا كانت مقريه ما غاديش يمكن لي انا ندير بحال دابا نشتها ولا شي حاجه، لا هنايا سوره البقره راه خدامه. صافي غناخذ هذيك الملحه، غادي ان شاء الله قلت لكم انا غادي ديروها في الدار وغادي تخرجوا للباب وغديروها حتى في الباب، غديروها حتى في العتبه في عتبه الباب وفي هكايا في الركاني ديال الباب. المهم غادي نشتتها برا وسوره البقره راه خدامه باش غادي يعني تسمع، والشراجم غادي نحلهم، نحل باب الدار كلشي غادي نحلو، ما غنخلي حتى شي حاجه مسدوده. صافي حتى حاجه ما غنخليها مسدوده. غناخذ واحد شويه ديال الملحه عاوتاني غادي نخلطو بواحد شويه ديال الماء وغادي نرش به، غادي نمسح به الشراجم ونمسح به البيبان كاملين، غنمسح به البيبان وغادي نمسح به الشراجم كاملين وصوره البقره راه خدامه. صافي حتى المهم غادي انا ندير هذاك الشغل ديالي، ومني غادي تسالي سوره البقره عاد ديك الساعه غادي نقرا ايات الكرسي. ايات الكرسي غادي نقراها شحال ما بغيت من مره، يعني ما عندهاش واحد يعني واحد ما عندهاش واحد الحد اللي غادي نقرا فيه. انا نقرا سوره هذه ايات الكرسي غادي نقراها، وباش عرفوا ايات الكرسي راه والله العظيم الا قريتوها في الدار راه ماش غنقول لكم ما شاء الله، راه كتحفظكم من كل شيء. هذيك ايات الكرسي كتحفظكم من كل شيء. ونزيد لكم واحد الحاجه اللي انتم ما عارفينهاش على ايات الكرسي، مثلا كنتي بحال دابا مثلا مسافره اولا خارجه اولا غادا لشي بلاصه وغادي تسدي دارك وغادي تمشي، اشنو غادي ديري؟ غادي تقراي ايه الكرسي، هذيك تتحفظك من السرقه. ايه الكرسي كتحفظك من السرقه. بحال دابا مثلا نجي الباب ديالي وغادي ندير بحال هكايا ونقرا ايه الكرسي، الباب ديالي هكايا ايه الكرسي غادي نقراها، غنقراها وغنعاودها، غنقراها ونعاودها شحال ما بغيت في الباب ديالي، يعني باش ما يجيو لا لصوص ولا حتى شي حاجه، يعني واخا يجيو اللصوص ما غاديش يدخلوا، غادي يوقع لهم شي مشكل وما غاديش يدخلوا. خفت مثلا على شي حاجه ديالتي في الدار تسرق ليا، غادي نمشي حتى لديك البلاصه اللي انا عندي في الدار، غادي نمشي لها عاوتاني وغادي ندير بحال هكا وغادي نقرا ايه الكرسي، غنقرا عليها شحال ما بغيت من مره. الحاجه اللي انا خفت عليها في الدار تمشي ليا، مثلا عندي الذهب ديالي اولا عندي الفلوس ديالي، غادي نمشي حتى ليهم وغادي ندير هكايا في سميتو في الفلوس ديالي، غادي نعت لهم بحال هكايا اولا الذهب ديالي ولا شنو كاين، وغادي نقرا ايه الكرسي، غادي نقراها شحال ما بغيت من مره. يعني هنايا راه كتحصل ليا الفلوس ديالي، كتحصل ليا الذهب ديالي، كتحصل ليا الدار ديالي، كتحصل ليا الحوايج ديالي، كاع البلاصه اللي انا يعني خفت ديك الحاجه تمشي ليا كنقرا عليها ايه الكرسي. يعني هذه اللي انتوما ما عارفينهاش، هذه ديما ايه الكرسي نقراها، المهم نقراها عليا، وحتى الا كنت كاع انا خارجه باش ما نتسرقش في الزنقه اولا شي حاجه نقرا ايه الكرسي وعاد نخرج، حتى من البسطام اللي انا هازه نقرا علي ايه الكرسي وعاد نخرج، باش ما واخا يكونوا جايين سبحان الله العظيم كيوقع واحد الضباب ولا شي حاجه ما كيسرقوك ما حتى شي حاجه. صافي هادي يعني ما تخطاوهاش. المهم اخواتي انا هادي قلتها لكم على ايه الكرسي. المهم اخواتي بالنسبه للملحه صافي غادي نخليها هكايا في الباب ديالي، غادي نقرا عليها سوره البقره حتى تسالي ليا سوره البقره، ومن بعد ديك الساعه غادي نقرا ايه الكرسي، يعني باش الدار ديالي ديك الساعه صافي خرجت منها الطاقات السلبيه، خرج منها الشياطين، خرجوا منها هذا يعني كل شيء خرج منها، يعني ما بقات فيها حتى شي حاجه، ما بقات فيها لا تبعه لا عين ولا حسد ولا حتى شي حاجه. صافي الدار ديالتي ما بقى فيها حتى شي حاجه، بديك الملحه
وهذاك سميتو سوره البقره، يعني انا ما غتبقى عندي حتى شي حاجه في الدار ديالي، صافي الدار ديالي غادي تولي بخير، وغادي نولي انا في واحد الراحه نفسيه، انا غنولي في واحد الراحه نفسيه، الزوج ديالي غادي يولي في واحد الراحه نفسيه، غادي نوليو منسجمين بعضياتنا، غادي نوليو يعني شي كيبغي شي، شي كيهضر مع شي، شي كيضحك مع شي، ماشي كيف ما من قبل كان نفور وكان يعني شي ما كيقبل شي ما كيهضر مع شي. المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله. المهم دابا درت هذيك داك الملحه ودرت داك الشيء كله، هذيك الملحه غادي نخليها، المهم ديال الزنقه راه ضروري لغدي فاش غادي نسيق، غادي نسيقها كامله وغادي تمشي بحالاتها، هذيك الملحه غادي نسيقها كامله وغتمشي بحالاتها. المهم اخواتي هذاك الملحه اللي حنايا درنا على الشرجم، من بعد ما تسالي سوره البقره صافي ساليتها، غناخذ واحد الزويف وغادي نفزقو ونعاود نمسح ديك الملحه اللي انا درت في سميتو في الشرجم وفي البيبان، غادي نمسحها كامله ما غنخليها شيء. المهم اخواتي وهذيك دوك الركان اللي انا درت فيهم الملحه واخا خليتهم النهار ماشي مشكل، حتى لغد لي عاوتاني ونعاود نجمعهم تاني كاملين ونديهم لشي بلاصه مقرا وهذا ونلعبهم فيها. اذا اخواتي هذه هي المهم، هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر معكم اليوم بالملحه، راه حنا ما غنخليو حتى شي حاجه عندنا في الدار، يعني راه الدار ديالنا غتولي هادئه وغادي يولي حتى الرزق يدخل ليها، وغادي تولي حتى البركه تنزل ليها في الدار، تنزل لينا في الدار ديالنا، يعني راه في الحقيقه راه ديك الساعه ما يبقى عندنا حتى شي حاجه. اذا ديك الساعه ابواب الخير غادي تحل لينا، ابواب السعاده غادي تحل لينا، كل شيء ان شاء الله غادي تحل لينا. كنتمنى اخواتي يفيدكم هذا الموضوع اللي درت انا اليوم، وشكرا والى الملتقى ان شاء الله.